بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك لسنة 1440 هجرية، تنعقد اليوم بمقر العمل ديال الإقليم ديال تالودان اجتماع تنسيقي غادي ترأسه السيد عامل الإقليم، وغادي يحضروه جميع رؤساء الجماعات بالإقليم وأمناء الحراف وجمعيات حماية المستهلك والسلطات المحلية وكذلك صالح الخارجية المعنية بمراقبة وتنظيم السوق. الهدف من هذا الاجتماع هو الوقوف على الحالة المرتقبة للتموين خلال شهر رمضان المبارك، وكذلك تتبع ديال الأسعار ديال المواد الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر الكريم، وتوجيه تدخلات ديال اللجان ديال المراقبة. بالنسبة للتموين فالحمد لله استنادا إلى التقارير المتوصل بها وإلى الأبحاث التي تم القيام بها، فإن التموين سيتسم بعرض وافر ولن يتم تسجيل أي خصاص في جميع المواد المستهلكة خلال هذا الشهر الكريم. أما بالنسبة للأسعار فالأسعار هذه السنة هذه أسعار مستقرة، بل بالعكس كاين أغلبية ديال المواد اللي عرفت التراجع في الأسعار ديالها مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، على غرار الحماص وواحد العدد ديال المواد الغذائية اللي عرفت التراجع ديال أسعار ديال الأثمان ديالها مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. ولكن هاد المعطيات اللي اعطينا واخا بالرغم من انها كلها معطيات مطمئنه الا انه لابد من التواجد اليومي في والميداني ديال اللجان ديال المراقبه، سواء اللجنه الاقليميه او اللجان المحليه، وذلك بهدف حمايه المستهلك في صحته وفي قدرته الشرائيه. وفي نفس الإطار ما نساوش الدور ديال الجمعيات ديال المجتمع المدني، خاصة جمعيات حماية المستهلك في التوجيه والإرشاد ديال المستهلك باش ما حتى لا يقدم على اقتناء مواد منتهية الصلاحية أو مواد مهربة أو مواد مجهولة المصدر، وكذلك الإخبار بكل ما من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلك، وذلك عبر الرقم الوطني 5757 اللي تم القرار تقرر باش إعادة العمل بهذا الرقم هذا اللي كيربط المستهلك مباشرة بالخلايا ديال المداومة اللي كاينة على مستوى العمالات والأقاليم ديال المملكة، بهدف الإخبار بكل التجاوزات المحتملة، وبالتالي باش يعطي الفرصة ويوجه هاد اللجان ديال المراقبة باش تاخذ الإجراءات الاحترازية ديالها في أقرب الآجال بالتنسيق مع جميع المصالح المعنية. شكرا. اللقاء ديال اليوم هو لقاء تحسيسي بالدرجة الأولى، واللي كيحضروا فيه جميع المتدخلين فيما يخص توفير المواد الأولية لشهر رمضان. وكيف تعرفوا شهر رمضان تعرف واحد الاستهلاك معين بعض المواد الأولية اللي هي السكر، الدقيق، سميتو الزبده، الحليب الى اخره. ومن خلال العرض كيتبين على انه جميع المواد الحمد لله متوفره، وحسب العرض شفنا على انه الكميات المعروضه غادي تكون تفوق الطلبات في بعض المواد، كتفوقها بعده مرات، وبالتالي هذا كيعطينا واحد الارتياح لانه ما غادي يكون شي تغيير في الاثمان، وبالتالي هنا غادي يكون المواطن الحمد لله موفر عنده جميع المواد في هذا الشهر المبارك، وموفر عنده جميع المواد بأثمنة معقولة يعني اللي كنعرفوا خارج شهر رمضان. وشكرا، وشهر رمضان مبارك علينا وعلى جميع المسلمين ان شاء الله. احنا اليوم يعني كجمعيه ديال حمايه المستهلك حضرنا في هذا اللقاء اللي جراه السيد تحت رئاسه السيد العامل ديال اقليم تالودان، وبحضور يعني المصالح الخارجيه اللي كان عندها علاقه بالتدخل في ميدان المواد الاستهلاكيه،
وحنا على ابواب الشهر الفضيل ان شاء الله. حضرنا يعني كانت يعني تدخلات ديال الناس المهتمين كانت تدخلات يعني مزيانه من حيث توفر المواد الغذائيه في الاسواق والجوده ديالها يعني بالتتبع ديال هذه المصالح اللي قلنا. وحنا كجمعيه حمايه المستهلك الدور ديالنا هو دور يعني تحسيسي وتوعوي فيما يخص يعني كنوعوا المستهلك بالعمل يعني ما شنو هما الاجراءات اللي غيدير باش ما يقتنيش دوك المواد اللي هما كيضروا بالصحه ديالو بالصحه ديال الوليدات ديالو. وكذلك كان يمكن نديروا توعيه وتحسيس حتى للتجار لانهم حتى هما يمكن ما يكونش الوفره ديال المواد في السوق باش حتى هما يعني يكونوا يعني في المستوى ديال العرض والطلب ديال المواد الغذائيه اللي كتهم المواطنين سواء اللحوم الحمراء سواء اللحوم البيضاء سواء القطاني سواء الزبده سواء الحليب سواء كل ما يتعلق بالمواد الاستهلاكيه خلال هذا الشهر الفضيل. والدور ديالنا كما قلنا احنا ديما كيبقى في اطار التحسيس والتوعيه لا للمستهلك ولا للمورد ولا للتاجر باش نكونوا يعني نمر هذا الشهر الفضيل في احسن الظروف يعني بواحد الاريحيه وبواحد الحمد لله باش تكون واحد المواكبه شامله جامعه لكل المصالح لها اختصاص. وكل شيء هذا الشيء كينصب في اطار الحمايه ديال صحه وسلامه المستهلك والمواطن بصفه عامه. وشكرا جزيلا. اليوم الحمد لله واحد الاجتماع اللي طريسه السيد عامل اقليم تارودانت حول جوده المواد الغذائيه خاصه في شهر رمضان المبارك. نتمنوا ان شاء الله لان السيد العامل عطى بزاف توصيات على هاد زياده الاسعار خاصه في شهر رمضان في العالم خاصة في الجبل في المناطق الجبلية، لأن كما كتعرف في المناطق الجبلية كتوجد فيها الأسواق الأسبوعية وكتدخل كاين بعض الناس اللي كيدخلوا ديال البراني اللي كيجيبوا مثلا شي مواد الغذائية اللي هي غير صالحة للاستهلاك. ونتمنوا إن شاء الله المصالح اللي مكلفة بهاد مراقبة الجودة ومراقبة الأسعار باش تخدم بواحد الشكل معقول، لأن السيد العامل عطى التوصيات ديالو إن شاء الله ابتداء من اليوم باش تكون الخرجات عبر الأسواق الأسبوعية. ونتمنوا إن شاء الله لأن كما كتعرف مثلا المناطق الجبلية ملي كتزاد واحد زعما واحد المواد الغذائية كيتزادوا بواحد الشكل زعما اللي هي مثلا 10 دريال ولا درهم هنا في المدينة كتزاد في المنطقة الجبلية كتزاد ب 3 دراهم 4 دراهم. خاص هذا الشيء ما يكونش لأن المواطن المغاربة راه كلهم بحال ما يمكنش لك واحد المنطقة تبيع فيها مثلا زيد فيها 4 دراهم واحد المنطقة تزيد فيها بدرهم. ونتمنى ان شاء الله التوفيق ونشكروا السيد العامل لان السيد العامل خدا بواحد العين الاعتبار وتم التوصيات ديالو هاد المصالح اللي مكلفين بهاد الجوده ديال المواد الغذائيه والاسعار حتى هما باش ما يكونوا زايدين على المواطن المغاربه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.